مرحبا، أبرز الأخبار والمواضيع يلي تداولوها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة رح تلاقوها موجودة بجولة اليوم من لوجين. الانطلاقة بعناوين سريعة مثل العادة. البداية من رسالة الطبيب همام اللوح قبل ارتقائه مع والده ويلي أثار التعاطف لكتار، وفنانة نرويجية تضامنت مع أهالي قطاع غزة ورفعت العلم الفلسطيني بحفلة بالعاصمة أوسلو. أما الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون انضمت للمئات بمسيرة بنيويورك داعمة لغزة ومطالبة بوقف إطلاق النار. هي كانت العناوين، تفاصيل من بعد ما نعمل أول لوجين على إكس. همام اللوح طبيب الجراحة يلي خصص حياته لخدمة مرضاه ما كان مجرد طبيب، كان بالفعل رمز الإنسانية والتفاني على الرغم من الظروف الصعبة. كلماته كانت مليانة بالإصرار والتفاؤل. الدكتور همام ما فكر بحاله بس، ولكن كان عم بفكر بالمجتمع يلي خدمه بكل تفاني، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة والكتيرة والخطر يلي كان عم يتعرض له هو وعائلته، إلا أنه متخلى عن رسالته الإنسانية. ليش عم بحكي عنه؟ لأنه انتشر بالساعات القليلة الماضية آخر الرسائل لإله قبل استشهاده مع والده باستهداف إسرائيلي، وتم سؤاله ليش ما بتغادر أنت وعائلتك لجنوب القطاع، ولكن كان الرد منه أقوى من جميع الظروف، وقال إذا غادرت مين رح يعالج المرضى؟ هن بشر وبيستحقوا الرعاية الصحية وما لهم حيوانات. وسأل المذيعة هل بتعتقدي أني درست الطب لأكثر من 14 عام بس لحتى أفكر بحياتي وأترك المرضى؟ لا، ما رح غادر. مع هي الكلمات قدر الدكتور همام أنه يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي يلي فعلا شعروا بحزن كتير كبير من بعد استشهاده هو ووالده، وأكدوا أنه مع رحيله حتعيش رسالته محفورة بقلوب الناس، وتأكيدا على أهمية الإنسانية والتفاني بخدمة الآخرين حتى آخر نفس. الدكتور همام قلب أثر قلوب الكتار بالساعات الأخيرة من بعد ما انتشر لإله مقطع مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نسمع شو قال ونرجع لنكمل باقي أخبارنا. بار جولتنا لليوم والتاني لوجين على فيسبوك. التضامن مع القضية الفلسطينية اليوم ما عاد مسألة تعاطف بس، ولكن صار حديث الناس وقضية رأي عام. فرفعت المغنية النرويجية هيلاري أليسون العلم الفلسطيني بحفلة بالعاصمة النرويجية أوسلو تضامناً مع الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال الإسرائيلي. أما يلي صار فانتشر بالساعات القليلة الماضية هالمقطع الفيديو يلي أخرجت فيه المغنية ذات الأصول الفلبينية العلم الفلسطيني ولفت نفسها فيه وقالت أنه هاد ما لو مجرد علم، هاد هو علم الشعب الأكثر ضعفاً والأقوى بالوقت الحالي. هاد هو العلم الفلسطيني يلي عملته بحركة منا لدعم الفلسطينيين بآخر حفلاتها الغنائية. طبعاً الكتار من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هي المشاهد وقالوا أنه اليوم صار الصوت عالي، والتنديد بالإبادة الجماعية يلي عم بتقوم فيها إسرائيل ضد المدنيين بقطاع غزة هي واجب على كل شخص فينا ولكل حدا لسه بيحمل شوية إنسانية. هيلاري أكدت أنه الشعب الفلسطيني عم بيعانوا حاليا من إبادة جماعية، ومجرد رؤية هذا الشيء هو أمر مدمر للغاية. الأطفال عم يتعرضوا للقصف والعائلات عم تتمزق، لا إنترنت لا أكل ولا شرب ولا حتى وقود. هذا الأمر محزن جدا للغاية وكتير صعب أنه يصير. واختتمت إلسون صاحبة 18 عام كلمتها وقالت قصف فلسطين يجب أن يتوقف فورا، فلسطين حرة دوما. يعني القضية الفلسطينية اليوم هي قضية الحق ضد الباطل، قضية الأحرار والأشراف. آخر أخبار جولتنا لليوم وآخر لوجين على إنستغرام. انضمت الممثلة الأمريكية المشهورة سوزان ساراندون للمئات بمسيرة بنيويورك داعمة لغزة ومطالبة بوقف إطلاق النار. سوزان الحائزة على جائزة الأوسكار أكدت بكلمة لإلى أنه حان الوقت لتتحرر فلسطين، وقالت أيضا أنه مو من الضروري أنك تكون فلسطيني لحتى توقف بجانب الشعب الفلسطيني. هلأ أنا ما كتير رح أحكي شو صار وشو قالت بالضبط، رح أترككم تشوفوا وتسمعوا، ولكن اليوم العديد من المشاهير وحتى غير المشاهير عم بيكونوا واقفين مع القضية الفلسطينية ومع أهالينا بفلسطين، وهي ما للمرة الأولى لسوزان. ف
يمكن سابقا او تزامنا مع الاحتفال بيوم السكان الاصليين بامريكا، نشرت بوقتها بوست عباره عن صوره لخريطه دوله فلسطين بتشير لمساحه الارض يلي يمكن عبر السنوات الكثيره تم انتزاعها من اهلها الاصليين، وايضا بتشارك بالعاده عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي صور للمجازر الاسرائيليه بحق المدنيين واهالينا بقطاع غزه، وايضا بعد شهادات سكان قطاع غزه وبيانات الادانه الصادره عن منظمه العفو الدوليه. لهيك خلونا نسمع شو قالت ونرجع. يعني دائما آراء المشاهير ممكن يكون يمكن صوتهم واصل أكثر لجماهيرهم، وخصوصا وقت يحكوا كلمة الحق، فقديه ممكن يأثروا بطريقة إيجابية ويعكسوا أو يوصلوا الصورة الحقيقية. أنا مع هذا الخبر بكون وصلت لنهاية جولتنا اليومية من لوجين. أكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار والفيديوز والقصص الترينتس يلي عم بيشوفوها على السوشيال ميديا ببساطة، بتقدروا تفوتوا على صفحة لوجين أو حتى على صفحة قناة سماء الرسمية وتتركوا لنا كل اللينكات والفيديوز والقصص والأخبار يلي حابين نحكي فيها وعنا. أنا هي كانت حلقتي وهدول كانوا كل أخباري، معطي معكم بيتجدد بكرة إذا الله راد بنفس التوقيت على شاشة سماء الفضائية، ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي.